أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم حضوركم وشاكر الدعوة لأخوي سعود وأخوي قصي، شاكر لك حضورك وأخوي نكاس ومشعل، مشكور على الكلام الطيب. طبعا إحنا في الكويت الأمانة يعني خلينا نتكلم إن الدولة مسؤولة عن حماية الحدود الإلكترونية أو الأمن السبراني فيها، مثل ما تحمي الحدود الجيوسياسية والحدود الجغرافية. أنا بعطيكم بعض الإحصائيات بخصوص الهجمات السبرانية. الهجمات السبرانية 623 مليون هجمة سبرانية قاعدة تتم، المتضررين منها أكثر من 900,000 شخص، الخسائر ما يعادل 7 مليار دولار خسائر خلال كثر خلال سنة واحدة في دولة واحدة، ما أبي أذكر الدول، ولكن مع مو الكويت، لا مو الكويت، الكويت للاسف ما في احصائيات، لو في احصائيات بالكويت قدرنا نجيبها، وهذا من انا بقول ما القصور، بتجيب الاحصائيه هذا من القصور اللي قاعد يتم في ادارات الدوله، ان ما يهتمون في الاحصائيات الالكترونيه، لان الاحصائيات تبني عليها اشياء كثيره من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال التكنولوجيا، اشياء اذا تبي تسوي لازم عندك احصائيات. ف كامن سبراني في الكويت للاسف احنا ما يعني مو بقوه الدول المجاوره، ما نبي نقول الدول الكبيره ولكن الدول المجاوره احنا مو بقوتهم في الامن السبراني. دليل على ذلك الحين الشخص لما يتوظف في مسكونه نظام الكتروني، الشخص هذا ما هو ملم شلون يستخدم هذا النظام. يعني انا عندي في العمل سويت اختبار بسيط حق الموظفين اللي عندي في الاداره، ارسلتهم ايميل هذا ملغوم في برامج ممكن تشفر البيانات اللي موجوده، 90% من الموظفين بطلوا هذا الايميل ونزلوا البرامج الموجوده واثر على الانظمه اللي موجوده في الوزاره. فلا بد ان الدوله حاليا مع التطور التقني والتطور التكنولوجي، لا بد مع انت لما تتوظف يسوي لك فحص صحي عشان تتوظف، لابد مع الفحص الصحي يكون عندك دوره لمده يوم واحد او محاضره لمده يوم واحد، شلون تستخدم الانظمه، شلون تضغط على اللينك، شلون تبطل الايميل، تجتاز هذه الدوره من شروط التوظيف، لان حاليا كل شيء اصبح الكتروني وكل خدمه اصبحت الكترونيه. الدوره سوها الكترونيه، ممكن الدوره الالكترونيه احنا هي يوم واحد راح تكون، يعني انت شلون تضغط على اللينك، الايميل شلون تبطله، شنو اللي راح تحتاجه، وتوقع ممكن جمعيه تقنيه المعلومات تساهم في هذه الدوره الخاصة في التوظيف، لأن الاختراقات ترى يعني على النظام تكون صعبة، ولكن لما تستغل موظف داخل هذه الإدارة هني الاختراق يكون سهل، لأن دائما الثغرة هو هذا الموظف. فأنت لما توعي مجرد وعي بسيط أنت راح تحد من 90% من الاختراقات، وبالتالي راح يقل عدد الخسائر وراح يقل عدد الخطورة اللي على هذه المنظمات. الكوادر للأسف قلة في الكوادر بسبب الكوادر الوظيفيه قله، بسبب ما في يعني حافز للموظف، يعني الموظف تقنيه المعلومات وغيره يقدر يشتغل بره ويطلع مبالغ كبيره، وبالتالي الدوله اللي احتاجت مثل هذه الكوادر الوظيفيه ما راح تحصلها لان انت مو قاعد توفر لها حوافز كبيره. الكويت يعني مقبله يعني الفتره الاخيره بعد التشريعات اللي شفناها الفتره الاخيره والتخصصات اللي حاليا افتتحوها في جامعه عبد الله السالم، تخصصات جديده خاصه في الذكاء الصناعي والامن السبراني وتقنيه المعلومات وغيره، ممكن بعد 5 سنوات انه يكون في تطور في الامن السبراني الخاص بالكويت، ولكن للاسف حاليا الامن السبراني في الكويت ما هو بذاك القوه اللي لابد ان نطمح لها، خصوصا الهجمات اللي قاعد تشكل بشكل يومي على الافراد، يعني نشوف 50% قاعد يتجاوبون معاها وقاعد يتم الاختراقات، مع انه اشياء جدا سهله وبديهيه وبسيطه، فما بالك الاشياء لما تكون من اشخاص متخصصين ويتم الهجمات السبرانيه، فهني راح تشكل خطوره. ونتمنى يكون في رسائل بشكل كامل من الدوله من جمعيات النفع العام على خطوره الامن السبراني وشلون ان انت تقدر تتعامل مع هذه اللينكات او مع الاشخاص اللي ممكن يهددون. حلو محمد، هل من الممكن، وهذا الامر ترى يمكن طرح يمكن شفناه في السوشيال ميديا للمهتم انتبه على الموضوع، هل من الممكن ان اليوم الكويت تكون مركز جاذب لاستثمارات خارجيه فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، خاصه ان مهندس سعود يمكن انت يعني بنمسك بهالجانب، خاصه ان احنا الكهرباء عندنا من ارخص يعني التكلفة اللي موجودة على مستوى العالم،
فهذا أغرى بعض المستثمرين والأسماء الكبيرة على مستوى العالم أن تقصد الكويت كقبلة لإنشاء مراكز تتعلق بأمور تكنولوجية وما إلى ذلك، لأن يا حبيبي الكهرباء عندهم رخيصة. هذا أمر. هل من الممكن أن يكون عندنا فعلاً يكون مركز، خلينا نقول على مستوى الميناء شرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجذب ونكون فعلاً إحنا عاصمة التكنولوجيا الرقمية هذه في المستقبل القريب؟ اللي إذا الحكومة قررت تزيد الضرائب ما في. إحنا أمانة كبنية تحتية متوفر كل شيء، وحالياً يعني إن في بوادر جداً ممتازة ان انت ممكن تكون المركز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الخاص في الذكاء الاصطناعي. في بعض الدول طلبوا ان الشيبات الخاصه في الذكاء الاصطناعي طلبوا 20,000 ودوله ثانيه 21,000، ولكن في بعض التصويتات في الكونغرس رفضوا هذه الامور. جوجل تقريبا عندها 500,000، ميتا عندها بحدود ال 500,000، الكويت راح يكون عندها 700,000، يعني انت طفت جوجل وطفت الميتا. هذا طبعا شغالين عليه من 2021، وقريب راح يتم انشاء في الكويت مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، تكلم عنه قبل فتره ايلون ماسك، واعتقد ايلون ماسك راح يكون له زياره قريب في الكويت. فالكويت هي راح تكون وجهه لكبار شركات تكنولوجيا، شفنا بفترة الأخيرة جوجل كلاود هم عندنا في الكويت. فكبنية تحتية وككهرباء وكتشريعات وكحرية وكعدم تجسس، هذه طبعا الدول الكبيرة دائم تحرص على مثل هالأمور هذه. الكويت عندها كل الأشياء اللي ممكن أنها تساعد أنها تكون مركز عالمي، مو بس في شغل مركز عالمي في الذكاء الصناعي وتقنية المعلومات. وإن شاء الله الحكومة حاليا على هذه الخطوات ماشيين، ونفرح ان شاء الله قريب في ان انت لما يكون عندك مركز عالمي للذكاء الاصطناعي. هذا شيء ترى ما هو سهل، شيء كبير راح يغنيك ممكن مستقبلا عن الاستثمارات الكبيره، هذا راح يدخل لك ملايين الدولارات في الدوله، ممكن انه يضاهي النفط في يوم من الايام، لان الذكاء الاصطناعي حاليا اللي يسيطر عليه ممكن هو اللي يسيطر على بعض القرارات الكبيره في الدول. عشان شيء راح تشوفون تسابق كبير بين الدول العظمى على تقنية الذكاء الاصطناعي. فالكويت متجه اتجاه صحيح في هذا المجال، ونتمنى أن يتم على خير. إذا صار عندنا بيئة جاذبة لهذه النوعية من الاستثمارات، لا يزال العنصر رقم واحد اللي هو الفرد، الكادر الوطني. شنو محتاجين عشان ندعم هذا الكادر الوطني؟ صح اليوم في هذه الجلسة ترى بتعمل كريمة من شباب حملة انصفني، شنو محتاجين علشان لما نيجي باكر بعد 5 سنوات يكون عندنا أول خريجين من دفعة جامعة عبد الله السالم، يكون عندنا مراكز عالمية موجودة في الكويت. لكن نتمنى بعد 5 سنين ما يكون وضع العامل في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات والشبكات وما لذلك من هذه الجوانب لا زال الوضع على ما هو عليه اللي تكلمنا عنه قبل 5 سنوات في ديوان الحيوان. احنا بس نحتاج الثقة في الشباب. الشباب اذا اعطيتهم الثقة انا متأكد انه راح يكون في قفزة كبيرة في هذا المجال. في عندنا شغله معينه انا بتكلم عنها، وهي جوانب الاتصالات والتكنولوجيا. هذا لازم ان كامن سبراني على البلد لازم ان انت تكوت هذه الوظائف، الاتصالات، الكمبيوتر، المواقع وغيره. الوظائف هذه جدا حساسه، لما انت تشوف تروح اي محلات يقول لك انا عندي بيانات الكويتيين ممكن انا ابيعها لك في مبلغ معين. فهني انت لازم تكوت هذا القطاع عشان تحد من تسرب هذه البيانات. الثقة في الشباب لما أنت تعطيهم الثقة وتخليهم هم يشتغلون حتى لو بشيء بسيط في البداية، تأكد مع الوقت راح يكون هم الركيزة الأساسية اللي راح تعتمد عليها. الشباب موجودين ولكن ناطرين الفرصة، وأتمنى الجهات المسؤولة تعطي الشباب هذه الفرصة وتشوف شنو النتيجة اللي راح تحصلها من بعد هذه الفرصة.